التحرش. ما هو التحرش؟ أنا القيس من التحرش هو أي صيغة من الكلام غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي واللي تتنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما وتجعله يشعر بعدم الارتياح. هذا الشيء تيجوز حتى على الأطفال. أكيد غياد عدم الارتياح كاين اطفال كيحسوا بها وما كيقدروش يوصلوها، وهذه في حد ذاتها مشكله لان كيقدر يكون واحد الضغط ممارس عليهم ولا واحد الخلعه كنخلعوهم بها ديال راه الا مشيتي قلتي هادشي راه انت اللي هتاكل العصا. كاين حتى التهديد، كاين عدم الامان، الخوف، عدم الاحترام، الترويع، الاهانه، الاساءه، الترهيب او كلشي داخل فيه. هادشي كلشي داخل وتيوصل اللي كتكون عندك الطفل. داكشي حناش هاد النهار حنايا هادشي التعريف هو للاطفال والكبار، ولكن حنا نتكلموا هاد النهار على الطفل لاننا كنتكلموا لان للاسف ولينا كنلاحظوا بزاف ديال الجرائم وبزاف هذا موضوع الساعه كنتكلموا عليه بزاف، وكيفاش نحمي وليداتنا. ولات واحد الحاله من الهلع كبيره جدا عند العائلات كامله وبدون استثناء، واش ولادي محميين ولا ما محميينش، وكيفاش نحميهم، كيفاش انني ما نطيحش في لا بسيكوز عاوتاني في الخلع اكثر من القياس ونصدق عاوتاني عاد غلق عليهم ولا نهول لهم الامور خصوصا مع اللي واقع دابا وهذه الاحداث اللي تنعيشوها للاسف وكنسمعوها وكتوصل حتى لعندك، فولا المساله يعني متداوله. فكيفاش ما نوصلوش لهاد الحاله من الهلع اللي نوليو شادين على ولادنا اكثر من القياس ولينا كنحسوا بها، وعاوتاني كيفاش ما نقولوش لا عادي لو ما يمكنش لو ما كاين حتى مشكل ونرخيو. كنتكلموا على الباساج، كنتكلموا كيف على السن الصغيره يعني ذاك السنوات الاولى ديال الطفل، لان للاسف هذا التحرش هذا يقدر يوقع حتى الاطفال اللي مازال ما واعيينش، يعني ثلاث سنين اربع سنين مازال ما فاهم ما عارف ما والو. هنايا هي باش نتكلموا على الدور ديال الاباء كدور اولي هي حمايه ذاك الطفل. عندك الخدمه، عندك المسؤوليه، عندك عاود حساباتك. هذيك الخدمه انت دايرها باش تصرف على ذاك الولاد، باش عاود حساباتك. يمكن المساله شويه صعيبه، عاود الاولويات ديالك. إيه صعيبه ولكن شكون اللي اصعب؟ واش انني نحط الطفل ديالي، وماشي غير مساله ديال التحرش، كنلقاو الاطفال كاين شي اباء اللي كيهملوا الاطفال ديالهم، لا اباء ولا امهات، ما عرفتش علاش حنا دائما ملي كنتكلموا على التربيه بحال غير الام اللي كي كونسيغني او اللي مسؤوله، في حين ان راه الاب والام. بزاف اللي كيقول لك وانا مشغول مع الخدمه وانا مضرب مع الوقت وانا عامل هذه وانا عامل هذه وانا عامل هذه. الله يخليكم، راه الولاد راه واحد المسؤوليه كبيره جدا امام الله عز وجل وامام انفسكم وامام ذاك الطفل من كيكبر وامام المجتمع، لان تسخطوا رجال الغد ونساء الغد رجال ونساء الغد. فنردوا البال لهذه المساله، راه التربيه وذاك الابوه او الامومه راه ماشي شي حاجه اللي صافي وانا اب وام راني كنصرف عليه، لا راه ما بقاتش في انك تصرف عليه وتخلص عليه المدرسه وتخلص عليه هذه، لا راه التربيه والمرافقه ديال الاطفال واحد الاهميه وواحد الدور اللي مهم جدا، خاصنا نعرفوه وخاصنا نحترموه وخاصنا نعيشوه وخاصنا نردوا ليه البال. ومن نكونوا اب او ام خاصو يكون هو رقم واحد عندنا في الاولويات ديالنا في اتجاه الاشخاص الاخرين. فهذه هي المساله الاولى، انا نعرفوا ان من قبل سن اربع سنين خمس سنين حنا كنحميو الاطفال ديالنا، حنا ما نخليهمش مع اي حد. ومين كنقول مع اي حد ولو انه يكونوا مراهقين او حتى اطفال اللي مثلا في بدايه المراهقه او ما قبل المراهقه ديال 10 سنين 11 عام، لانه دابا مع وجود هاد لي زيكرون ولا الوصول الى الثقافه الجنسيه بواحد الطريقه سيئه او بواحد الطريقه مغلوطه سهل جدا عنده تليفون في المتناول وديسكري ويدخل للطواليت ويشد عليه ويدير لي زيكوتور وما عرفتي والو. اذا خاصنا حتى ذاك الطفل ديال 10 سنين و9 سنين من غير اننا نربيوه ونكونوا معاه ونعلموه ما فيها باس نبداو نهضروا ليه ونتواصلوا معاه، ما نخليوهمش مع بعضياتهم واحد المده طويله لاننا ما كنعرفوش شنو كيوقع. وللاسف هذا النوع من التحرش راه تيوقع حتى بين ولاد الخاله ولاد العمه ولاد هذا الصحاب ايتترا. علاش؟ لانهم ما فاهمينش. احنا ما كنتكلموش على ان بيدوفيل على او على متحرش اللي كبير، ولا كنتكلموا غير على اطفال كيكتشفوا. ولكن في نفس الوقت راه شيء سيء جدا، سيء كيقدر يكون عنده تبعات على النفسيه ديال ذاك الطفل، على الاحساس ديالو بالامان، على الثقه، على حتى الحياه الجنسيه ديالو فيما بعد. اذا نردوا البال لهذه المساله. الحاجه الثالثه هو ان الدور ديال التربيه هو دور قرب. علاقة الأبوة والأمومة هي علاقة قرب، فمن نكونوا مع الأطفال ديالنا من خمس سنين الفوق خاص تكون علاقة القرب، نبداو نهضروا ليهم. مثلا الطفل ديال خمس سنين كتقدر تبدا توصل ليه هذه الرسالة، ما تخليش حد يقيس لك في كيكي، ما تخليش هذا، غير بشوية بدون عنف وبدون غوات وبدون ترهيب، غير بشوية بشوية. ولكن حتى حنايا خصنا نكونوا كنقوموا بهذه القضية، بمعنى طفل ضرب سنين خمس سنين ولا تقبل زعما ماشي تيوصل، ما نبدلوش حويجات وحدات والموند.
نبدا نبين لي اني ملي كنبدلو حويجاتو راه كنبدلهم ليه بتخبيه، انه كنولي كنعلمو انه يحافظ على داك الجسد ديالو، ماشي انه شي حاجه اللي اي واحد يقدر يوصل ليها. الحاجه الثانيه هي اننا نراقبوا الاطفال ديالنا في التصرفات ديالهم. الطفل كيبان لك تيبدا تيتغير في التصرفات ديالو، كنتكلمش على ادوليسون تيربيلون اللي كيدابز اللي ما بدا كيتعاند، كنتكلم على طفل كيكون نشيط كيلعب حتى كيولي كينعزل. طفل كتحس راه انت كتشوف ان شي طريق ولا غير الدراري صعاب، لا غير الدراري هذا كان كيبغي الخروج ما بقاش كيبغي يخرج، او مثلا شي منزل كان كيمشي كتمشيو عند اختك او عند خالتك ولا عند هادي، لا ما بقيتش باغي نمشي، وانت كتبزز عليه. سول راه مسهل علينا انا، لا هذا الشيء عادي، لا هذا الشيء ما عندناش، راه بيرسون ني طالابغي، حتى حد ما بعيد على هذا الشيء. ومن 6 سنين الفوق نبداو نتكلموا معاهم. ما الا قاسك شي حد غير جا بابا قولها لي، علاش حنا عقلتي سميره درنا كذا حلقه واحد النوبه على داك الضرب ديال الاطفال، راه ماشي طريقه ديال التربيه، من بين التبعات ديال داك الضرب وداك الضرب المفرط، ما كنهضروش على دقيقه، ما كيبدا خايف من العقوبه، وهذه من بين اكثر لي زارغيومون اللي كتكون عند المتحرش، كيقول له راه هذا راه يصلخك، راه يعمل لك، راه انت اللي السبب، راه انت اللي هذا، فكيولي داك الطفل كيتحمل داك المصائب بلا ما يقدر انه يعبر عليها. فهنا العلاقه ديال القبر من غير واحد الحاجه، ان بزاف الناس كتخوف ولادها من الغريب، ما تهضرش مع شي حد ما كتعرفوش، ما مزيان، ولكن كانت دار بحث في الولايات المتحده الامريكيه وتنظن النتائج كتطبق بارتو، ولا شفنا لي ستاتيستيك او شفنا الاحصائيات ديال شكون اللي كيقوم فعل التحرش. كان دارت واحد الحمله في الولايات المتحده الامريكيه من اجل حمايه الاطفال فوالا، فكانوا كيقولوا لهم ما تهضرش مع ليترونجي، ما تهضرش مع الغريب، ما تهضرش مع اللي ما كتعرفش. ومن بعد نزلت المراقبات ديال النتائج، لقوا في الاحصائيات ان اكثر من 80% ديال حالات التحرش وكذلك الاغتصاب كتوقع من الناس كيكونوا معروفين عند ذاك الطفل في لونطوغاج، يعني ماشي بالضروره انه من عائلته ولا من المقربين جدا، مي ذاك صاحبه اللي صاحب باه اللي كيشوفوا في الطريق، ذاك السيد اللي كيتقضوا من عنده، ذاك حاجه اخرى. إيه الله يكون في العوان، كاين الضيق كاين هذا، ولكن واخا هكاك الشارع راه ماشي مكان اللي اللعب بدون حراسه، او ماشي مع شي شخص لا يقدر يحمي ذاك الطفل. نسخروا بوحدو كننساه، فين هو الولد هذه نص ساعه ديسول وراه غير كيلعب. لا، هذا النوع من شي نوبات حنا كنخلقوا واحد الهفوات، من بلا ما ندخلوا في هذا النوع من الرهاب اللي يقدروا نوصلوا للرهاب، لازم ما فريمون سا ديفيان اون فوبي، بلا ما نوصلوا ليه نديروا التواصل، والتواصل يكون كل نهار. عندنا وليدات سر، هذا هو كلمه سر، عندنا وليدات الله يحفظ الجميع وليداته، يكون التواصل. كي داز نهارك بابا لاباس عليك بخير لعبتي نشتي عاود ليا جرب إيوة. في السن جرب في السن، وحنا المغاربه زعما لعبتي مع فلان ديما لعبتي واشنو شي نوبات كتجينا حشومه، لا 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 بلا ما ندخلوا هذا الشيء لراسو، هذا الشيء كاين، ما نبقاوش نضرقوا الشمس بالغربال، دورنا اننا نحميهم، دورنا اننا نتواصلوا معاهم لتا يوصلوا لواحد السن اللي كيوليو هما قادرين على انهم يحميوا راسهم من غير داك الطفل اللي كتولي كتعلمو ديال ما تخليش حد يقيس لك في هنايا، واش شي حد باسك بالسيف عليك اتسيتيرا، وانت براسك ما تبوسوش بالسيف عليه. الطفل ولدك باغي تبوس ماشي بالسيف عليه، لان كيولي كيتعلم ان داك بالسيف عليه راه شي حاجه عاديه، يكون داك التواصل اتوليو تلاحظوا بعينكم ان الا جا شي واحد غير يلعب معاه وقاصو القويع ديالو ولا هذا كيقول لك لا ما تقيسنيش، وتنشوف هذا الشيء بعيني، واطفال وحدين اخرين ما مسوقينش، لان حتى المتحرش ما كاينش واحد، ولا حتى المغتصب ما عمرو كيجي وكيدير كل شيء من النهار الاول، كيجي داك الشيء بشويه بشويه. اذا فالله يخليكم هذا راه الدور ديالنا، عندنا اطفال الله يخلي لجميع الاطفال ديالو ويحفظهم من كل اذى، ما كنتكلمش انا هنايا على الدور ديال القانون، الدور ديال المسؤولين، الدور ديال المربين، الدور ديال هذاك اللي هذا الشيء كامل خاصو يكون، ولكن الدور ديال الاباء والامهات والمرافقين والمربيين كيبقى هو لو السقل، هو الركيزه الكبرى. واضح، شكرا لك منى الصباحي. الله يحفظ الكل يا ربي، امين، الله يحيد علينا هذا البلاء هذا اللي ولينا تنسمعوا عليه كثير. بقوا معنا مشاهدينا، غادي نختموا حلقه اليوم من صباحيه الدوزام بفن الطبخ، الوصفات التقليديه مع هدى شنال.